مرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع أحاديث المسيح حديث هذه الحلقة يدور حول ما جاء في إنجيل يوحنا صح 13 والآية 21 إلى 29 لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال الحق الحق أقول لكم إن واحدا منكم سيسلمني فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون في من قال عنه وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه فأومأ إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له: يا سيد من هو؟ أجاب يسوع: هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الاسخريوطي. فبعد اللقمة دخله الشيطان، فقال له يسوع: ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة. واما هذا فلم يفهم احد المتكئين فلم يفهم احد من المتكئين لماذا كلمه به لان قوما اسكان الصندوق مع يهوذا ظنوا ان يسوع قال له اشتري ما نحتاج اليه للعيد او ان يعطي شيئا للفقراء نحن الان في ايام الفصح اليهودي اقصد هذا النص وفي الساعات الاخيره قبل ذهاب المسيح للصليب وكعاده اليهود كان لابد ان يحتفل يسوع مع تلاميذه بعشاء الفصح ياكلوا هذه الوجبه وجبه العيد اللي فيها بيتذكروا خروج أجدادهم وآباهم من أرض مصر بداية خروف الفصح في خروج سفر الخروج أصحاح 12 والتلاميذ سألوا يسوع أين تريد أن نعد لك لنأكل الفصح يسوع استعار بيت من أحد الأصدقاء ليجتمع معاه التلاميذ ويأكلوا الفصح هناك وفي البداية أحب بس أؤكد أنه وليمة الفصح شيء والعشاء الرباني شيء آخر فوليمة الفصح ده العشاء اليهودي اللي بيفكرنا بحدث الخروج لكن العشاء الرباني هذا ما صنعه المسيح جديدا بعد أن انتهوا من عشاء الفصح عشان كده يقول البشير متى ومرقس فيما هم يأكلون الفصح أخذ يسوع الخبز وبارك وهكذا وصياغة الرسول بولس بعد كده في كورنثوس الأولى 11 يقول وبعد ما تعشوا يعني بعد ما تعشوا عشاء الفصح أخذ الرب الخبز والكأس وعمل العشاء الجديد اللي بنسميه عشاء الرباني أو مائدة الرب اثناء العشاء المسيح عشاء الفصح المسيح اعلن اعلان خطير جدا قال ان واحدا منكم سيسلمني واحدا منكم سيسلمني فالتلاميذ سمعوا التعبير التعبير كان مثير مثير للحيره والسؤال فبطرس ميل على يوحنا يوحنا قريب من يسوع وقال له اساله هو بيتكلم عن مين؟ يقصد مين؟ من سيسلمه؟ من هو هذا الذي سيسلمه؟ طبعا حزنوا جدا لهذا التعبير زي ما بيقول البشير متى في اصحاح 26 وكانوا يتساءلون فيما بينهم من ترى منهم هو المزمع ان يفعل هذا في لغه 22؟ وربما لم يقدم الرب اجابه سريعه لهذه التساؤلات علشان كده بعدها بطرس مال على يوحنا وقال له من فضلك اعرف منه وقول لنا هو بيتكلم عن مين؟ من هو هذا الذي سيسلمه؟ فاجاب المسيح وقال الذي اغمس اللقمه في الصحفه واعطيه هو الذي سيسلمني وفعل يسوع هذا غمس اللقمه واعطاها ليهوذا سمعان الاسخريوطي مين هو يهوذا هذا واحد من التلاميذ واحد من الرسل مش بس كده ده خد مسؤولية خاصة وسط الرسل ده كان عنده فرصة عشرة مع المسيح ثلاث سنين ونصف تقريبا رأى آيات ومعجزات سمع أروع التعليم وأسمى الكلام لكن في أدلة بتقول أنه لم يكن يهوذا سمعان الإسخريوطي لديه ايمان حقيقي في يسوع المسيح. على سبيل المثال في يوحنا 6 نقرا ايه 64 و 65 قال يسوع ولكن منكم قوم لا يؤمنون لان يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمهم فقال لهذا قلت لكم إنه لا يقدر أحد أن يأتي إليّ إن لم يعطى من أبي. ففي هذه الكلمات المسيح بيشاور على يهوذا. من البداية هو مدرك لمن سيسلمه وبيضعه ضمن الذين لا يؤمنون لا يؤمنون. يهوذا إذا بشهادة المسيح لم يكن مؤمن ولم يكن ضمن عطية الأب للإبن. في موقف آخر في يوحنا 13 لما يسوع غسل أرجل التلاميذ بنقرأ في آية 10 و11 هذه الكلمات قال يسوع الذي اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه وبعدين أضاف المسيح بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم وبعدين يضيف البشير يوحنا كلمه مهمه جدا لانه عرف مسلمه لذلك قال لستم كلكم طاهرين كل ده بيؤكد ان يهوذا سمعان الاسخريوطي لم يكن مؤمنا ما كانش عنده نعمه الايمان الصحيحه في شخص المسيح صحيح المسيح غسل رجليه مع التلاميذ لكن قلبه لم يتطهر لانه لم يخضع لبر المسيح لم يتجاوب مع نعمه المسيح المقدمه ليه بل ولم يكن يهوذا نتجرا ونقول هذا من ضمن المختارين تم اختياره لقصد معين تم اختياره لمهمه خاصه قال الرب يسوع ايضا لست أقول عن جميعكم أنا أعلم الذين اخترتكم اخترتهم لكن ليتم الكتاب الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه حين كنت معهم في العالم يقول الأب السماوي كنت أحفظهم في اسمك الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب وده اقتباس من مزمور 41 وآية 9، لكن قاله الرب يسوع في يوحنا 17. يهوذا اللي قيلت عنه هذه النبوة مزمور 41 وآية 9، رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبه، الحقيقة داود كان بيقول هذا الكلام في المزمور وكان بيتكلم عن قرب يقصد أخي توفل لكن عن بعد بيتكلم بروح النبوة عن يهوذا ومن الأمور المثيرة إن أخي توفل اللي خان داود زي يهوذا اللي خان المسيح وأسلموا الاثنين ماتوا في حالة انتحار كل واحد فيهم مضى وشنق نفسه كانت النهاية تقريبا مشتركه نهايه إخي توفل زي نهايه يهوذا يهوذا بيقول عنه الكتاب في اعمال واحد 18 اقتنى حقلا من اجره الظلم وسقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت احشاؤه كلها لكن طبعا احيانا البعض بيسال إذن ما ذنب يهوذا ان كان يهوذا قد اختير لهذه المهمه ان كان يهوذا معين بنبوه انه يفعل هذا ما هو ذنبه؟ وكان يهوذا قد ظلم هذا يبدو حسب الظاهر صحيح لكن بالتاكيد يهوذا مسؤول عن كل قراراته يهوذا كان في امكانه الا يفعل هذا لكنه فعل وعن قصد وعن إرادة هنقول طب المسيح كان هيسلم إزاي للرب طرقه للرب مشيئته الرب يفعل كما يشاء لكن هذا الفعل لا يعفى منه يهوذا حتى وإن كانت نبوة بتتكلم عن كده والكتاب بيقول لنا إنه يهوذا سمع التحذير أكثر من مرة ومع هذا كمل وهو اللي راح لرؤساء اليهود وقدم نفسه وقدم المبادره انه يقدر يسلم ليهم يسوع المسيح. وحتى اللحظه الاخيره هي كانت العلامه لانه الوقت ظلام ويسوع لابس زيه زي بقيه الرسل اللي معاه او بقيه التلاميذ الموجودين ففي احتمال انه هؤلاء القيادات اللي جايين يقبضوا على يسوع ياخدوا حد غيره ويسوع يهرب حسب ظنهم في هذا الظلام وهذا الزحام فكانوا محتاجين لحد يكون عارفه عن قرب ويروح ويقبلوا دي العلامة حتى هذه اللحظة يسوع يكلم يهوذا يا صاحب يعني انت مازلت موضوع محبتي يا صاحب ابي قبله تسلم ابن الانسان حتى هذه اللحظه اظن ان الباب كان مفتوحا امام يهوذا ليتوب حتى لو بعد ما قاده اليهود او الجند الرومان قبضوا على يسوع لكنه لم يفعل وندم اخيرا وما كانش ندم نوع من التوبه لكن حصرته على فعلته المشينه الصعبه وهي تسليم شخص ربنا يسوع المسيح في الوقت اللي فيه اللي يسوع بيقول اغمس اللقمه واعطيه كانوا له فرصه انتبه انا عرفت الفعل اللي انت راغب تعمله انا بدي لك فرصه انك تتراجع لكنه خرج خرج وبعدها يقول الكتاب شاهد خطير جدا فذاك لما خرج لما اخذ اللقمه خرج للوقت وكان ليلا هل قصد الروح القدس يقول كان ليلا يعني يهوذا خرج الى ظلام ولم يعود من هذا الظلام ظلام الموت وظلام الابديه وظلام الانفصال عن المسيح والانفصال عن الله الى الابد يبدو انه بعد خروج يهوذا صار الجو نقيا بين الرسل بين التلاميذ اللي هيسلموا ترك المكان وقتها بدا يسوع يقيم العشاء الجديد او مائده الرب او العشاء الرباني فبالمقارنات الكتابيه بنكتشف ان يهوذا اكل من عشاء الفصح لكنه لم ياكل من العشاء الجديد لم ياكل من الخبز الذي قال فيه يسوع خذوا كلوا هذا هو جسدي واخذ الكاس وقال لهم اشربوا منها كلكم هذه الكاس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفره الخطايا. هذه الخدمة أو كما يسميها البعض الفريضة لم يشترك فيها يهوذا لأنه خرج بعدما أعطاه الرب اللقمة من عشاء الفصح غمس اللقمة في الصحفة وأعطاها إياه وقتها خرج يهوذا بعدها عمل يسوع الرسم الجديد رسم العشاء الجديد أو عشاء الرب مش بس كده آه يسوع اعلن بعد ذلك انه يعد مكانا جديدا لهؤلاء الذين تبعوه قال في ايه 33 يا اولادي انا معكم زمانا قليلا بعد ستطلبونني وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا ده ينطبق على اليهود الغير مؤمنين وينطبق على يهوذا أيضا أقول لكم أنتم الآن وكأنه عايز يقول لهم أنتم مختلفين حيث أمضي أنا تستطيعوا أن تأتوا تستطيعوا أن تتمتعوا بالوجود في حضرتي وده كان مقدمة لأصحاح 14 المعروف والمشهور اللي فيه بيبتدئ المسيح بالقول لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب انتم تؤمنون بالله فامنوا به في بيت ابي منازل كثيره والا فاني كنت قد قلت لكم خد بالك يهوذا غير موجود انا امضي لاعد لكم مكانا وان مضيت وعدت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون أنتم أيضا يهوذا مش موجود في هذا الحوار في هذا الجزء اللي في يوحنا 14 يهوذا مش هنا لا يخص الكلام وكل من هم على شاكلة يهوذا ما لهمش نصيب في هذا التعبير حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا لكن نصيب المؤمن الحقيقي اللي وضع ثقته واتكاله وإيمانه في المسيح يسوع له هذا التعبير حيث أكون أنا يقول المسيح تكون أنت أيضا الفرق واضح خرج يهوذا وكان ليلا ولم يعد إلى حضرة المسيح مرة أخرى جه وقت ما سلمه لكن جاي كخائن وكعدو لكن خرج بعد ذلك إلى الظلمة الخارجية حيث البكاء وصرير الأسنان أما المؤمنين الحقيقيين اللي وثقوا في هذا العمل الإلهي المبارك في الصليب فهم مع المسيح اليوم وغدا وعندما يجيء ثانية يكملوا معه كل الأبدية في هناء وسعادة وسلام أين نصيبك صديق المشاهد؟ انا اشجعك ان تكون مع المسيح وتكمل مع المسيح وتقضي ابديتك مع المسيح وتستمتع بهذا التعبير حيث اكون انا تكونون انتم ايضا تعال معي نرفع قلوبنا الى الله ونحن نعلن اشواقنا لهذا الحدث المجيد المبارك الهنا نعظمك نشتاق يا رب الى ذلك اللقاء حيث يكون المسيح نكون نحن ايضا بالايمان يا رب في هذه الفرصه تشجع كثيرين لياتوا اليك ويستمتعوا بالعشره والعلاقه الحقيقيه مع شخصك في اسم ربنا يسوع المسيح امين والى ان نلتقي في حلقه جديده صديق المشاهدة استودعك لنعمه الرب